أهلا وسهلا ومنقول السلام عليكم. نعم، أخطر كلمتين يلي عم تمنعن وسائل الإعلام كلها، العربي والإنجليزي وكل اللغات. ولكن هالشكر إجا شخصيا من البيت الأبيض إلى كل اللي عم بيعملوا هالحضرة، وقالوا ياريت بالإنجليزي كمان. كتار اللي بيحضروا هالحضرة وما بيفهموا عربي، مثل وقت اللي بالكنيسة بيقروا لغة ما بنفهمها هي كلام الجوهري، يمكن بعدهم بيقروا كلام الجوهري باللغة الأرامية أو أي لغة، حتى نروح أبعد من الفكر. وهالطلب إجا من بوش شخصيا، دوروثي بوش بنته. شكر إلى كل هالتلفزيون. قلت لها ليش السفارة الأمريكية، وأنا أمريكانية مجنسة وباسبوري مميز كمان رقم 18 بكل باسبورات المجنسين، ليش أوباما رفض أنه يكون على تلفزيون الحرة؟ أو رحت على السفارة وعطيتهم كتب بخط إيدي من كونداليزا رايس كيفو سعيد كيفو هون إلى الموجودين حالياً. قالوا انت من اخطر العالم بهالكره الارضيه اليوم. نعم، الحقيقه دائما خطره والحقيقه فطره. المسيح قال السلام عليكم، وقت اللي قالنا قولوا السلام عليكم قلنا له ما بيردوا علينا، قال بترجع لكم. السلام عليكم 11 واو 3 تقروها يمين يسار، 1 هاند كلابينج، عليكم السلام بارادوكس، هذا هو كتاب الله المبين والمقروء والمنظور. السلام بيطلع من القلب مش من الشفاف اللي ما بقى فيه شفاف لا يتعدى اللسان والأذان. هالعلم بيحط السلام بالعالم. فإذا ليش خايفين إذا المسلمين 3 مليار؟ خافوا من المسلمين إذا عندهم جهل، بس لا تخافوا إذا عندهم عقل، إذا عندنا أخلاق وعندنا رحمة. الإسلام فات بالأخلاق إلى الشرق وبالعلم إلى الغرب. ليه وقعتونا بالخمرة وبالمخدرات بإسبانيا؟ ليش خايفين حول العالم اليوم وبنوع خاص بأمريكا؟ وشفتوا الفيديو محطوط على بيت الله وبعتناه كلنا، واقفين هلأ اليهود قالوا ما في دولة اسمها إسرائيل، نحن من أخوتنا إبراهيم وما بعده قبل وهسدك، نحن معلمنا بعد الشمس في فلسطين، كلنا من فلسطين ومن غزة، نحن يهود ضد اللي عم تعمله إسرائيل، تعوا تنعيش أخوة بالمحبة بالرحمة بالسلام. ما بيصح إلا الصحيح، قالوا كل الأولياء والأنبياء. هالحرب العالمية هلأ ما بتضاين 20 سنة بتوقع، بيبقى القليل من الناس حوالي 10%، منعيش 1000 سنة بلا تكنولوجيا، منعيش بهالحضرة اللي بتشوفوها هلأ لو ماكم أنا مش موجودة. بسببكم وبشكركم عم تقدروا تحضروا هالحضرة، وأنا الصبح مثلكم بقوم بسمعكم، كلنا متواصلين، الأجساد مفصولة، ولكن الساجد والواحد الأحد بكل عابد ومعبود وجسد متواصلين. هيدي المسبحة، ما في حبة مثل التانية، بس المسبحة هي السلام عليكم، let there be peace on earth and let it begin with me. كنت مع بوش وأخته وقت اللي رتلناها بكنيسة التوحيد، وبعدها معي الشريطة شفتوها. فإذا لا يغير الله ما بقوم حتى نغيروا، بدي أنا أتغير، ما فيني غير حدا. فإذا اليوم وكل يوم وكل لحظة في يقظة وفي مقام، كيف الحال؟ بأمريكا بنقول how do you do، هلأ صار يقولوا how are you، كيف الحال، مش كيف المال والعمل. فإذا اليوم بقول له لبيل جيت مثل ما قلت له I am a golden gate، أنت بيل، أنت تدفع
فتورة، أنا مش فتورة ومش تنورة. فإذا كل واحد منا قاعد على باب، نعم، وبتفوت من هالباب إلى لب الألباب. السلام عليكم باب، وبتفوت إلى لب الألباب وبتطلع من القلب إلى القلب. بس اليوم مؤامرة كبيرة وبنوع خاص على العرب والمسلمين. هالمؤامرة، هالتلوث اللي عم بينحط وين ما رحتوا عم بتشوفوا فيه تلوث. شو عم نعمل؟ لحو الحل ما بيجي بلا حل بإيدي. اسمها خزامة أو لافندا، موجودة بكل لبنان وبكل أراضينا. شو الحل؟ الحل هون بدي أطلبه هلا من يلي بيفهموا أكثر منا وبحبونا أكثر من إحنا بنحبون، يعملوا ماسك ويحطوا فيه لافند. إذا ما عندك لافند، أي عشبة إلها ريحة حلوة مثل اليانسون، البيبونج، الماما بتنقي لك إياهم كله، في كثير. ومنحط هالماسك لأنه هالتلوث من الدخان، من عطر الناس. انتبهوا، إنما الأعمال بالنيات، وعطرك عطر أعمالك. خلص روح مصطفى محمود بدون أي لقب. كيف في هيك مصطفى محمود بمصر ونحن عايشين بهالفقر؟ فإذا وقت بنحط هالماسك، قناع هون مثل ما الأطباء بالمستشفى، كل هالدخان اللي عم بيكون بتسحبوا هاد. ونحن وقت اللي بتعملوه أنتوا ولادنا اللي بنسميهم المعاقين، نحن المعاقين، بحط خبر هون وبلبس هالماسك، وبس اطلع من بيتي بحطه. انتوا الكم الافضليه. شفتوا هلا بكل وسائل الاعلام، وان شاء الله قريبا بلبنان وبالامه العربيه في برنامج او حضره خاصه له. ما في درج تيطلعوا او ينزلوا، وفي مكانات لهم خاصه وكل شيء. كندي قديش سبيني لانه كاثوليك، ولكن يوم الافتتاح وقت جاب اخته كلهم سكتوا. ما خبيها، ما استحى فيها. وهيك مؤسسة الأمل أنا بحبهم كتير بلبنان، لأنه من بيت الصلح منيرة ما استحت بابنها، بالعكس هيدا فخر لنا كلنا. اليوم تقريبا بكل بيت في ولد أو رجال أو مرأة إنسان معاق جسديا. ما بنقول لهم معاقين، أنا بقول لهم you are different. مرة كنت بمؤسسة بأمريكا، ما في مراية، كل واحد يشوف التاني ما يشوف حاله، أنا ماسكته بإيده وما عنده عين مقبوعة، عنده قدح. إجا واحد هيك، هي أول مرة بفوت واحد لعنا هيك، صار ينكزني ينكزني تعمل لي هيك إنه شوفي. ما عندي كان الخبر، ما عندي هالسبونتينيس عفوية أعرف جاوب. بيقوم بحط إصبعه بعينه، طلع فيي وأنا بكيت وهو بكي، وفتنا على الإدارة قلنا حطوا مرايات بقى. مفكر حاله هو وحده هيك، نمسك له ايده ومنضلنا ننتبه انه هو هيك، لانه هيدي اتس ا هول. ننتبه انه جسديا يو ار ديفرنت. تحضروا فيلم ماي ليفت فوت، ما في شيء بيتغير فيه الا بيتحرك الا اصبعتين باجره الصغار، وكلهم حبوا بالحي. وجد وحده علمته يرسم وانشهر، واجت ملكة انجلترا لعنده، ما بيحكي ماشي صار الا هلا بس صار معي مصاري ومشهور، جيت لعندي انت وابني بهدله. فاذا هالتلوث اللي عم الارض والعباد والعبيد وهالفساد اللي اجى، فينا نشيله بهالبذره الصغيره. عندنا حل، كل مشكله ولها حل قبل ما نرحل وقبل ما ننحل. فاذا بنطلب من كل وسائل الاعلام ما تخافوا من الحقيقه. إذاعة وتلفزيون بروسيا أخذوا مني حديث على الراديو كل يوم. راحوا اثنين لبنانيين للأسف مسلمين، راحوا لهونيك وقالوا لهم نحن في الإعلام من لبنان رح نشحطها، وشالوني من روسيا بالبرنامج أنا عم بدفع عليه وين ما بروح. قلت لهم لأنكم سكتوا معناته أنتم مثلهم عم تقبضوا من بعضكم. منا بحاجة إلى أي إعلام يأخذ في إنترنت، وإذا سكرت الإنترنت ما بقى في كمبيوتر، ما في إنترنت، في الإنترنت. إنما الأعمال بالنيات. هالعلم موجود بحلب، جورج جورجيف حطه
أوشو وميتشو كل الموحدين، إنما الأعمال بالنيات. كلنا كيف هالطفل قبل سنتين ما بيحكي، مين علمه يطلع يرضع وهيك؟ بدنا علم ورثة الأنبياء، موجود على مواقعنا، موجود بهالحضرة، وأكثر شيء موجود عندي بالبيت. أهلا وسهلا فيكم، ما إلي ثقة بحدا أبدا إلا بمريم نور بلبنان، 2 3 4 هيك بلبنان. واحد بالأردن، محمد كيلاني، نهلة الأتربي بمصر على 300 مليون. في أخلاق وفي علم وفي رسالة عنا. بشار أنطون بكل الإمارات والخليج، هو من سوريا، إن شاء الله بيرجع على سوريا، وهو وزينة وحميد ومنلتقى. ما في بكل تونس أيوب عايش، ما بده حدا، وشفته بأي مستوى، هو مثل الحلاج، بده ياني اشرب بشتيلة، ما بده ياني بموت شاطشين. خبرتكم وقت اللي اجى على لبنان ما معه 2000 دولار تيفوت، وما من تونس ما بعتوا لهون، راح على تركيا وقعد 4 أيام بلا اكل بلا مي بالمطار. وصل على المطار ما معه مصاري تيفوت، قال له لوين رايح؟ قال له مريم نور، جيبوا على البيت لعندي. شافوا اشارات بضوي. فإذا اليوم بدنا نتكل بس التواكل والتواصل الإلهي، وسائل إعلامنا كلها هم الدولار والدرهم والدينار، ما عندنا غير شيء، هذا هو الهم دايما، إنه بده يكون عندنا أقوى شيء، يكون عندنا كيف بدنا نقعد. فرجيتكم الصورة، وصورة حلوة كثير، رجع بلاقيها بتشوفوا كل اللي حكمنا اليوم هو على راسنا الدرهم والدولار والدينار. دين نار، هيدا الدينار، هاي صورة سكنت قلبي، هيدا حاكم الكل، الرأس مالية، الرأس يلي كله مال، رأس مال. نحنا ويروليو منتحكم فيكم حكام هالكرة الأرضية، ومين بيتحكموا فيهم كمان؟ رجال الدين يلي صارت الدين مؤسسة، خلاص راح العلم وراح كل شيء. المسيح ميت؟ لا، منه ميت، ولكن خدنا كلمة منه وحولناها إلى مسيح منه مسيحي ولا محمد محمدي. مؤسسات دينية، وهالمؤسسات الدينية مين بيحميها؟ حرب الصليبية والجهاد والدمار وكل هون، وهو مين بيحميهم؟ الهش والبش اللي عم بتشوفوه، هالرأس وهالغنى وهالطرب، ما في شيء من القلب. ومين أكثر شيء مدعوس؟ الشعب. هالشعب هون، هاي لازم نقلبها، المال بخدمة الشعب، الشعب هون والمال تحت، هيك عاشوا الخلفاء، هيك سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي وكله. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، هون خادم الحرمين خي عبد الله، أجمل لقب في العالم، وأعنى بالمطب مش بالقلب، بهالقصور وبهالعمارات وبهالأبراج. يا برج العرب يا جرب العرب، منيح اللي عم يقعوا هالأبراج، كل من عليها فال، يعني فعل ماضي، راحوا كلهم، قالوا له حجر الكعبة عم بيحفروا. اليوم يلي طلعوا على المجرات قالوا في مجرات وكواكب فيها مي، قال الحبيب واللي قبله واللي قبله واللي قبله، الحقيقة وحدة، أنا أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، قال ما في شيء جديد تحت الشمس. وشافوا 2 نور ساطع من السعودية، وبتعرفوا من إنه نعم مكة المكرمة والكعبة الشريفة المشرفة، شو ما بدكم تحطوا، موجودة بالإنسان كلهم، وفينا انطوى العالم الأكبر. أنا أقرب إلك من حبل الوريد، بس لما شافوا هالنور الساطع قالوا هاي بدنا نشيلها. بكل كوكب في كعبة بيحكوا مع بعضهم، وهيدي بالإنسان موجودة، الأربع زوايا هون، أربع زوايا هون، الأربع زوايا بالقلب، وأربع زوايا بصلة الأرحام. لحول كتاب From Medication to Meditation، يوتناسيا اسمها. أخي العربي يا أخوتي العرب لنقرأ، ما في كتاب ممنوع بقى، كله على الموقع، توقع وبترتفع.
فيك تمنع شيء ابدا. اللي بده الجبل هو بيطلع الجبل، الجبل ما بيجي لعندك. فاذا هالكرامات وهالمقامات موجوده بالانسان، واقوى مفتاح سامحوني لا اله الا الله. وفي البدء كانت الكلمه بالمسيحيه، ولكن شو كان في قبلها؟ كان في لا اله الا نيجاتيفيتي. أول 30 35 سنة روح رقص غني اللي بدك يا سكر كله اعمله، بس بعدين فوت بيه طريق الموت، موت أو نموت. أول شيء النيجاتيفيتي السلبيات، بعدين بتطلع على المي، شيل هالتراب وهالوصول وبتطلع على المي. هيدا السر الكبير، هيدا هو المفتاح. ما نعمل مسلم مسيحي سني شيعي كاثوليك بروتستانتي، يكون عندك مليون ألف دين ودين. كل إنسان عنده دين لإله خاص، خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق. Every breath is a path. شو الحل؟ صرنا نعرف. تأمل لحظة، سأل نفسك إنه، خذ نفس عميق وشكر الله. هالإلهية اللي فيك مش الله اللي قاعد فوق. طبعا بدنا نركض، بدنا مال، ما هي بس على شو عم نصرفهم؟ إذا كنت صادق بتجي الصدقة. خبرتكم ما بأخذ أبدا استشارات بلاش، بدك تدفع السلف وبعدين منحكي، لأن إذا ما دفعت ما بتفتح المسارات. عالجوا مرضاكم بالصدقات وبالزكاة، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم. هيك إجا لعندي عنده سرطان بالطحال عم بيموت، خدمته لاني عم بخدم نفسي، بس ما بقى اعملها. صح ترك 200 دولار ومن اغنياء هالامه، طلعت ما صدقت، قلت له خذها انت بحاجه اكثر مني. هلا هو وابنه ابدا ما بدي اي بخيل. البخيل بيبقى ماسك مرضك كمان. لا تملكه حتى تنفقه. الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم لمين؟ الأقربون، أولى بالمعروف، أقربون إلى الله. فإذا بدنا الإعلام يحترم علم ورثة الأنبياء، ما بدي الجامعات والمدارس والمتايس، ما بدي هنا. هيدا علم، العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. بدي البلاء الإلهي، بدي علم ورثة الأنبياء، بدي محطاتنا المنحطة كلها 100%. أتحديكم يكون في حضرة واحدة موجودين، وادفعوا لهم دولار بالسنة، فما ما تقولوا ببلاش، بس أعطوهم الحرية. قد ما أدفع هون الحرية إلى ثمن يأخذها. ولكن إذا تسكرت وسائل إعلامنا مثل ما عم بيقولوا رح يسكروها، بضل في الإنترنت، سكروها بضل في الانر لايت، انما الاعمال بالنيات. ساعتها بتفتح النوايا، اسمها نوى، نيه. بالاول انا نيه، ايجو، بعدين ليت جو اند ليت جاد. اذا البيت الابيض خايف من هالمره، يعني انت اضعف كثير من هالمره. مسيحك ضعيف اذا خايف على المسيح. اسرائيل منا قويه، نحن ضعاف، لأنه قاعدين عبيد هالدنيا. قديشك قوي يا شيخ؟ قال له تركت هالدنيا ولحقت الله. قال له أنا القوي؟ أنت الأقوى. قديشك قوي؟ تركت الله ولحقت الدنيا. أنا ماني مهذبك، ما عندي مجاملات أبداً، ما عندي تهذيب وما عندي هالأخلاق. بس عليه تلفن يعطيني اللقب بسكر، ببعث لك ابني بتصححي بسكر، نادرا ما يدق التليفون. على الايميل بكبهم، من الاسم بعرف، بس البريد الالكتروني. واحد عم بيعت لي بريد، قلت له عندك سرطان بالبروستات؟ جاوبني. قلت له تلفن لي هلا، اعطيته التليفون تلفن. قال لي كيف عرفته؟ ولا يو ار نوت ا نمبر، في اعداد بتشوفوها، في 666 وفي 66، وفي حركاتكم ومن خط الايد ومن الصوت، فويس ثيرابي.
من الشكل كيف عم بيمشي الولد هيك ولا هيك ولا هيك ولا اجرين هيك، كلهم من سمائهم تعرفونهم. هالعلم منه موجود ابدا بامه العرب. اتحداكم طلعوا معي، كل اللي طلعوا معي كذابين بالمية، 99.99. نلتقى عنا بالبيت وليل، طبعا مثل مشايل حتي طبيب بيسترجي يقول كل اللي بيعرفهم. هلا الام ام اس عم بتركب عندي بالبيت وبالعراق وبسوريا وبمصر. اذا انت بدك تروح وتتحكم هي شيلوا لك صدرك يشيل لك هي وشيل، لان انت بدك الدكتور يحكي عنك تروحي لعنده. لازم تعرف في احط من هيك برنامج بعد يعار العالم. الكلب ما لازم يعرف، بينكح وبينبح وبفوت على لبنان وسوريا بلا باسبور. شوفوا الطبيعة بعدها طبيعية إلا الحيوانات بتعيش معنا. شوفوا بناتنا وشبابنا التاتو والبريسز والسرمية والكعب العالي قروا كتاب، كتاب بسيط بتحدى. شوفوا نحكي فيها بكرة، Evolution at the dinner table. داروين قالها، سكروا العلم قال لهم هاي زلحفة، مين عملها مين علمها؟ اجى هالعالم يحكي، اجى التلميذ من بعده يحكي خفيوها. وهلا عم بيحكوا ليش في القرآن الكريم سورة المائدة والمسيح العشاء السري؟ ليش بس نروح باثنين الرماد من التراب والى التراب تعود؟ يعود الجسد انت من نور ما بتخلق وما بتموت. هو السر انت من حطها بالكتاب لحي فيك. الكتاب عصا هيك، ايه مزبوط، ايه وانا كمان بحس هيك. انا وقت بلشت اقرا يا الله عم بيقول شيء اللي انا ما بقدر اقوله بس حسيته. فاذا الكتاب خير جليس، مش بنروح بنفتش على كتاب عنوانه خير جليس قليلي هيك. فاذا تعود نحكي توحيد بقى خلص، وحدوه. هون الخطر، الخطر على الاف دي اي، الخطر على اهل السلاح، الخطر على هالناس يلي هني ضحيه، كلهم ضحيه الجهل. وانا مثلكم، الانسان عدو ما يجهل، ولكن النار ما بتنطفي بالنار. من مره قالت له مرته قوم قوم، ليك مين في هون بجنينه عنا رح يفوت لينا؟ طلع هيك لقى في رجلين، تلفى للبوليس قالوا له في عندك حدا بالبيت؟ قال له انا ومرتي. قال له فاتوا على البيت شيء؟ قال له لا ما فاتوا على البيت. قال له ايه خليك لانه هلا مشغولين عنا البوليسيه، بس يجوا ببعثوا. سكر تلفى قال لهم انا من حوالي دقيقه تلفنت لكم، ما بقى في زوم تجوا لانه انا قتلتهم يلي هون. قتلتهم؟ قال له ايه قتلتهم، ولحن الكلاب هلا عم تاكلهم جلجتك. سكر. وصل الامبولانس، وصلت البلديه، وصلوا البوليسيه، وصلوا كلها وصلوا كلها. قال له شو وين النهايه؟ وين؟ قال لهم انتوا قلتوا لي انكم مشغولين وانا عملتها، لو ما عملتها ما جيتوا. فإذا البوليس كمان غافل، وين الدرك وين الحرس وين بسببنا؟ لو كانت قال له وحده مثل مهز وعز ولز تلفنت لكم كنتوا كلكم ركضتوا. نعم، وين ما بتفوت هيفا وهبه مع حراس ومع حرس وما حدا بفتشهم شو معهم، بس خليه يفوت حدا مثل مريم وعلم وهيك بدهم يسألوا شو القنينة اللي معه. بشكر واحد عنا قال لي ممنوع، قلت له أنا عم بستلم الام ام اس، ليه ما فيني ابعتها؟ قال لي أنا رح ابعتها. بشكركم. وصلت لامرأة عمرها 32 سنة خلال أسبوع صحت من سرطان رئة وصدر. هيدي تقروا بقى، ليش عم بيحاربوا لجيم همبل؟ لأن قال لهم يعني بظرف ساعات شوفوا الفرق.
وهلا عم تتركب ببيتي بلبنان بالبيت. خلص مما يليك كل واحد، ولا بقى تصدقوا في شيء اورجانيك ابدا. خلص الفساد عم الارض والبلاد والعبيد والعباد. روح جيبوا خضره من سوق الخضره، اذا حق البندوره هون 3 دولارات هونيك نص دولار، وبتجيبوا لكل البنايه وغسلوا بمية الملح وحطوا خل التفاح بالبيت. بس تقعدوا تقروا على موقع بيت الله، كلنا مشتركين بهالبيت عربي انجليزي. وهون عندي طلب شخصيا لإلي ببيتي، بحب اعيش مع امراه بين الأربعين والخمسين وتكون عندها علم عربي وانجليزي كثير منيح. ما بدي منك شيء ابدا، بس تكون سوا لاني وحدي عايشه بهالبنايه، ما حدا بحكي حدا، عندك اوضتي وتكون عندك هالعلم وبدك تتعلمي اكثر. ساعتها بتقعدي معي جمعه اثنين ثلاثه شهر تدرسي، وبتروحي بساعدك ماديا، وبتروحي مطرح ما انت اذا صار عندك اخلاق وعندك فهم وعلم بتروحي بتساعدي غيري. وهيك كل شهر شهرين اهلا وسهلا فيكم. بياخذ امراه يلي بتقدر حقيقه عندك رساله تزرعيها بعالم العرب، لان احنا علينا مؤامره حول العالم. شيلوا هالثلاثة مليار 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 مدري شو مثلي، نحن مش عدد، نحن عده. ما تخافوا من العدد، خافوا من العدة إذا ما عندها عدة. We are a member, not a number. Let us remember. بأي بلد عربي إذا عيطوا لك يا محمد بترد، بس من منكم محمد؟ كل من حمد الله إيمانا واحتسابا. قال له أنت مسلم؟ قال له لا. محمد؟ لا. مؤمن؟ شو الفرق؟ هي بيكذب هي ما بيكذب. نحن عنا الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق. ما فيني اطلع من البيت، ان شاء الله يعملوها هيدي اولادنا واخوتنا، لانه بس بدي اطلع اذا ما معي اشار بشتري بس تامشي. هاي الدخان 100% كلنا صرنا سكند سموكرز. ابن 12 سنه عم بدخن، صار بدي اعمل يا لازم تدخني مثل كل الناس تتكوني نقطة بهالمحيط نظيف، ما بيصير. لا، خلينا نكون نحن مع الخير. من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر، أنت بتزرع وبتحصد الحب اللي بتزرعه. Thank you.